حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكدت شبكة إيراك أويل ريبورت فشل الحكومة في بغداد في احتواء أزمة النقص بإمدادات الطاقة من التيار الكهربائي مع اقتراب موسم الصيف وعدم دعم الشركات العاملة فيه. وقالت الشركة المعنية بتقييم شؤون الطاقة في تقرير لها إن إعلان شركة سكاتيك النرويجية رسمياً الانسحاب من مشاريع بناء محطات تعتمد على الطاقة المتجددة يعرض قطاع الكهرباء في العراق للخطر مع التعويل الكبير الذي كان عليها. وحملت شبكة إيراك أويل ريبورت الحكومة في بغداد مسؤولية البطء وتعطيل بنود الاتفاق مع الشركة النرويجية. أثر تذبذب أسعار صرف الدينار أمام العملات الأجنبية والدولار سلباً على السوق العراقية والواقع الاقتصادي العراقي بشكل عام. ويعزو خبراء اقتصاديون حدوث هذه التقلبات اليومية إلى تأخير التحويل الخارجي بسبب إجراءات بطيئة ومبهمة من قبل المصارف، داعين إلى ضرورة تسهيل البنك المركزي عملية التحويل عبر المنصة الإلكترونية واختصار وقتها من أجل تحسين قيمة الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية. أعلنت هيئة النزاهة في العراق عن ضبط 21 حالة هدر وتلاعب وفساد مالي في دائرة صحة نينوى خلال يوم واحد فقط، مؤكدة أن قيمة الضرر بالمال العام في دائرة صحة نينوى بلغ 25 مليار دينار. وأوضحت النزاهة أنها ضبطت أوليات ومعاملات للصرف الخاصة بشراء أجهزة طبية بعد أن بيّن التدقيق وجود مغالاة في العقود، مبينة أن قيمة شراء الأجهزة بلغ 1.5 مليار دينار. كما أعلنت عن ضبط 54 جهازاً في مستشفى الخنساء التعليمي تزيد قيمتها عن 1 مليار دينار، متروك أغلبها في مخازن المستشفى ولم يتم استخدامها منذ تسلمها كمساعدات من إحدى المنظمات في عام 2019. استبعدت لجنة النفط والطاقة النيابية انخفاض أسعار النفط عالمياً بسبب معطيات عديدة. وقالت عضو اللجنة سهيلة السلطاني إن انخفاض أسعار النفط على المدى القريب أمر مستبعد بحسب المعطيات واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وانخفاض معدلات تجهيز الغاز من روسيا إلى أوروبا. وأضافت أن انخفاض أسعار النفط قد يسبب بعض المشاكل الاقتصادية. وفي خبرنا الأخير، تراجع الدولار مقتربا من أدنى مستوى له في شهرين مقابل عملات رئيسة في وقت يقترب اليورو من أعلى مستوى له في عام. وانخفض الدولار مجددا بعد صدور بيانات الخميس وهبط مؤشره إلى أدنى مستوى له في شهرين، ويتجه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بأكثر من 1%، وهو أكبر تراجع منذ شهر كانون الثاني. وارتفع اليورو إلى دولار و10 سنتات فيما اقترب الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى في 10 أشهر، وسجل دولاراً و25 سنتاً. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.